فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن صفة الكلام لله سبحانه هي صفة ذاتية وفعلية؟ أي نعم، ذاتية وفعلية، نعم. وما مراد العلماء بقولهم قديم النوع حادث الآحاد؟ الكلام يعني، الكلام قديم النوع، فالله يتكلم في الأزل بما شاء. وأما الكلام مثل القرآن، مثل التوراة والإنجيل، هذه حدثت إذا أراد الله حدثت، فهو قديم النوع، الكلام قديم النوع. وأما الآحاد الأفراد فهي تحدث إذا أراد الله سبحانه وتعالى. نعم.